متحف جامعة القاهرة، والذي يضم بين جدرانه أهم المقتنيات الأثرية منذ تاريخ الفراعنة وحتى الآن. تميز المتحف باحتوائه على مقتنيات ضمت كل العصور وكل أنواع التحف من آثار ومخطوطات ووثائق رسمية. متحف جامعة القاهرة بيضم أهم المقتنيات الخاصة بجامعة القاهرة على مدار 100 عام تاريخ إنشاء الجامعة، وأهم هذه المقتنيات طبعا عندنا مجموعة من الوثائق الخاصة بالحملة الفرنسية، حملة نابليون بونابرت، منها موسوعة وصف مصر ودي كوبي من أصل. عندنا كمان مجموعة من الوثائق الخاصة بإنشاء الجامعة المصرية من البدايات وقتما كانت جامعة أهلية إلى أن أصبحت معترف بها حكوميا وأصبحت الجامعة جامعة رسمية. عندنا كمان مجموعة من المخطوطات، ودي مجموعة نادرة جدا مكتوبة باللغة الحبشية القديمة أو ما يسمى باللغة الجعازية باللغة العربية الفصحى، وهي بيتراوح تاريخها من القرن 14 للقرن 16 الميلادي زي ما حضرتك شفت، ودي مكتوبة على رق الغزال، وهي مجموعة طبعا نادرة جدا. عندنا كمان مجموعة من العملات بترجع للعصر اليوناني الروماني، المجموعة دي بتعتبر من المجموعات الهامة جدا وبرضو مش معروف عنها عالميا لأنها من الأكمل عددا بعد مجموعة المتحف البريطاني في لندن. من الحاجات التانية كمان اللي عندنا مجموعة من الإهداءات طبعا أهديت إلى جامعة القاهرة من مختلف رؤساء الدول والملوك طبعا الأجنبية، أهديت إلى الأسرة العلوية أسرة محمد علي، وبالتحديد كان أكثرهم إلى الملك فؤاد الأول لأنه كان أول رئيس للجامعة المصرية، وطبعا تم إهدائها بعد ذلك لجامعة القاهرة أو الجامعة المصرية، واحتفظنا بها هنا في متحف جامعة القاهرة. المتحف مفتوح لكل المواطنين المصريين، طلاب جامعة القاهرة وطلاب الجامعات الأخرى، المواطن العادي اللي تخرج من الجامعة، مفتوح طول أيام الأسبوع من السبت للخميس في مواعيد العمل الرسمية من الساعة 9 للساعة 5 مساء يعني حسب المواعيد، وبيبقى مفتوح طول الوقت لأي حد عايز يخش يشوف المتحف ياخد جولة فيه، وبيبقى معاه أمين المتحف بيشرح له كل حاجة بالتفاصيل. أنا أتمنى أن الناس فعلا تبقى عندها يعني رغبة في أنها تيجي هنا، لأن زي ما حضرتك شفت إحنا فعلا عندنا حاجات محدش يعرف عنها خالص، نادرة جدا ومهمة جدا، وهتفيد أي حد طالب جامعة القاهرة أو مواطن عادي. تاريخ جامعة القاهرة تاريخ كبير جدا، والمقتنيات اللي عندنا فعلا مقتنيات نادرة، يعني أعتقد أن هي هتبقى شيقة جدا لو تتشاف بالعين، فلازم يجوا يشوفوها. من خلال هذا المتحف نوجه رسالة إلى كل مواطن مصري يحب أن يرى تاريخ بلده أن يزور متحف جامعة القاهرة. أشرف عبد الوهاب، لنهارك سعيد.